بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد مرحبا بكم في هذه الأنفاس الرمضانية على قناة أنفاس بريس. واليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحصة الثانية غادي نتكلموا على كيف نغتنم شهر رمضان. لما نقولوا كيف نغتنم أي الغنيمة، الغنيمة هي واحد الغنيمة، واحد الخير كبير لا ينبغي أن يفوت. نقول فرصة، فرصة عظيمة ينبغي أن لا نفوتها، بمعنى إحنا أعطانا الله واحد الفرصة، حيت إدراك رمضان هو فرصة عظيمة. نعطيكم واحد المثال، في الزمن ديال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أخوين، جوج ديال الخوت، واحد مات قبل رمضان والآخر مات من رمضان، سبحان الله الأجل ديالهم، واحد مات في شعبان وواحد مات يعني في شوال، والصحابة بقوا تيذكروا دوك الجوج خوت كانوا يعني رجلين فاضلين، وتيقولوا سبحان الله هاد الجوج خوت كلهم كانوا مزيانين، وشوف سبحان الله. ولكن كأن الصحابة رأوا الذي مات في شعبان يعني قبل رمضان رأوه أحسن من أخيه، قالوا هذاك الأولاني اللي مات الأول هو الأفضل. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس أخوه قد فعل كذا وفعل كذا وتصدق وأدرك رمضان؟ يعني إذا كان هذاك فضل من خوه، ذاك الأولاني راه هذاك الثاني اللي مات راه درك واحد الحاجة ما دركهاش خوه، أشنا هي؟ أدرك رمضان. إذن إدراك رمضان هو غنيمة، إدراك رمضان هو فضل كبير، فلا ينبغي الإنسان أن يفوته. ولذلك من الآن، من هذه الأيام الأولى ديال رمضان، الإنسان خص يفكر في البرنامج ديال رمضان. راه إلا ما درتيش برنامج غيدوز غينسحبوا الأيام بسرعة، وغتلقى راسك انتهى رمضان وما درتي والو. فلذلك خص البرنامج، إلا ما درتيش برنامج، وبرنامج يعني يكون صارم، يعني ما معنى صارم؟ بمعنى نطبقه بحذافيره، ندير في هذاك البرنامج يعني شحال خصني نختم ديال القرآن في اليوم باش نختم ختمة أو جوج ختمات أو ثلاثة ختمات في رمضان. هذاك اللي بغى يختم ختمة واحدة في رمضان خصو حزبين في النهار، واللي بغى يختم جوج ختمات في رمضان خصو ربعه ديال الاحزاب في اليوم، واللي بغى يختم ثلاثه ديال الختمات خصو يعني سته ديال الاحزاب في النهار. وهذا الشيء كيحتاج البرنامج. شنو غندير في الصباح؟ عندي العمل الدنيوي ديالي فيه ربعه الساعات ولا ثمانيه الساعات، عندي يعني الصلوات الخمس يعني نحافظ عليها في الجماعه الا كان في يعني في المسجد، هذا هو الاصل. فهمتي؟ ولا كان الانسان في شي عمل بعيد ولا شي جا يدير جماعه مع الاصدقاء ديالو وكذا، المحافظة على صلاة الجماعة، المحافظة على الأذكار، المحافظة على تلاوة القرآن، المحافظة على الصدقة، يعني ندير واحد الجزء من المال ديالي صدقة في هذا الشهر ديال رمضان. نفطر واحد الصائم إلا استطعت، نفطر واحد الصائم في كل يوم من رمضان. شتي اللي فطر الصائم، اللي فطر الصائم عند له مثل أجره، بمعنى أنا صمت نهار كامل 16 ساعة وأنا صايم تكتب لي أجر ديال واحد ديال صائم واحد. وليني اللي فطرت معايا واحد الصائم أو اللي عطيت واحد القفة اللي فيها الصيام تكسير الصيام لواحد الصائم كيتكتب لي صيام ديال يومين ديالي وديالو، وإلا فطرت ثلاثة ديال الصائمين كيتكتبوا لي أربع أيام ديالي وديال دوك الثلاثة، وهكذا. إفطار الصائمين يكون عندي في البرنامج ديالي الصلوات الخمس، يكون عندي الذكر، تلاوة القرآن، إفطار الصائمين، الصدقة، زيارة المريض، تمشي تزور واحد المريض يعني واخا مرة في الأسبوع راه أنت في غرف الجنة، في خرف الجنة. الإنسان كيمشي يزور المريض كيمشيو معاه 70,000 ملك في الطريق ديالو، وفي الرجوع كيرجعوا معاه 70,000 ملك وهما تيدعيو معاه. إذن هذه الفرص هذه ما خصاش نفوتوها، لأن هذا الشهر هو أيام مباركة. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. راه هي أيام معدودات دغيا كدوز، فما ينبغي أن تضيعها وما ينبغي أن تفوت عليك الفرصة. فقلت لابد من برنامج يعني صارم مطبق بشكل صارم إن شاء الله تعالى، باش ما ندمش، لأن الإنسان يقدر يندم في الآخر يقول وشوف داز رمضان وما درت والو، يالله كنصوم بزز ولكن ما ختمت القرآن، ما تصدقت، ما شفت مريض، ما زرتش العائلة، ما درت. فلذلك كل حاجة إلى دار لها برنامج سيوفق فيها العبد بإذن الله تعالى، ومن بعد سيفرح المؤمن بذلك الصيام كما قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أي كيفرح لما كيفطر
يعني سواء الفطر اليومي كل نهار أو الفطر النهائي لما كيكمل 30 يوم، وفرحة عند لقاء ربه لما كيلقى راسه أمام باب الريان وهو باب من أبواب الجنة خاص بالصائمين. الجنة عندها 8 ديال الأبواب، من أبوابها باب اسمه الريان خاص بالصائمين. فلذلك ينبغي الإنسان أن يستغل هذه الفرصة. الله يجعلنا وإياكم من أهل باب الريان ومن أهل فضائل الأعمال ومن من يجتهدون في طاعة ربهم. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.